بنت رمضان بلا بيونا في الجزائر، علاش كي غايبه علينا هاد العوام؟ تما رديتوني كي الشوربه. لا لا حاشا، لا لا حاشا، الوقت ملي نشوفوك تزاهينا وتفرحينا. ماشي الظروف، وكان عندي ظروف عائليه وكاع، وكانت عندي الخدمه في الخارج. بصح انا كي يعيطوا لي لا لي جيغي مي لازم يعيطوا الافونس، نجي ونفرح باسكو انا في روحي توحشت الشعب تاعي، الشعب اللي يحب اللعب. يا عينك يحب اللعب. بيونا، ما تشوفيش انه الاعمال التونسيه بالك بعدتك على الجمهور الجزائري؟ لا لا في تونس عندهم اللعبة ديالهم والشباب وحلوين. الماروك تاني خدمت معهم ما شاء الله. لا فيغيتي وين نروح جي با دو بروبليم. كاع يحبوا بيونا. والله العظيم ما عندي بروبليم يا وليدي. وهكذا ونرفد الاعلام ديالي ويزيدوا، تعرف كيفاش يمرحبوا بيا كيفاش، جي با دو بروبليم. بزاف يقولوا لي بلاكي، تقول حندير طوره نلحق تماتيك نصيب غير الناس ملاح. قول مي علاه يديروا لي يخسروا لي عقليتي هكذاك؟ نو يا وليدي، انا نقول لك حاجه، كون مليح كون فنان وحب كاع الناس، واللي تشوفهم الاخر دور راسك زابيهم وخلاص وقتك منهم. فوالا. تم تكريمك مؤخرا في مصر، واش يعني لك هذا التكريم وخاصة لما يكون عندك تكريم خارج الجزائر؟ في مصر لا فيغيتي بلاد الفن. صحيح. الإنسان يقول لا فيغيتي. نقول لهم تحية. لا تحياتي للمصريين، كبروا بيا والحصون ملماطة هما يكبروا بيا حتى لحقت. تستاهل. وأنا خلعت الشعباد. قالوا لي بلاقي وما يحبوناش وكذا، ما كانش منها يا وليدي، ما كان. قال لك الانسان الحلو يرضع اللبا، يكون انسانك حلو تدخل بلاد الناس، كن ظريف ولا تشوف حاجه ما عجباتكش زافي، هذا ما كان، عاود دور وخلاص، الله يفرقنا بلاد نوب ان شاء الله. بيونا، خديتي حقك في الجزائر؟ في الجزائر خديت حقي من عند الشعب، هذاك الشباب هذاك هو اللي يردهولي. انا كي نسمع ونطلع السيخسان ونروح للخارج السيخسان ولا ونسمع 1 2 3 فيفا الجيري وبيونا بيونا. بيونا مؤخرا شفنا بزاف يعني مؤثرين اللي بانوا في السوشيال ميديا، المواهب دخلوا الاعمال التلفزيونيه يعني ولاو يمثلوا مع كبار الفنانين. كاين فنانين انتقدوا هذا الشيء، قال لك بلي ما تاع السوشيال ميديا تاع مواقع ما نعطوهمش الفرصه، ولا تشوف انت انهم يعطوهم الفرصه مع انهم يدخلوا لضد؟ شوف انا بوغ لانستون مازال ما شتش، بصح ان سيغتان تون لي يحبوا شغل هذاك زعما فيغورون ولا داك الفيغورون ما تعرفش كاع واش يخرج. نو يفوتوني حنا كيما قال لك فات الصغر ديالنا، هم جايين لي جون، ما تفشلهمش، اعطيهم الفرصه باش يزيدوا من عندهم.